الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نستهل هذه الحلقة بحاجة جميلة جدا جدا، برضو ايه ملاحظة كده تلاحظوها، طبعا احلى كلام هو كلام الله طبعا مفيش بعديه، لكن هنقول حاجة انتوا قريتوها كلكم، بس انا عايز اركز على حاجة. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. احنا اتفقنا امبارح مادام ربنا قال يا ايها الذين امنوا يبقى امر او نهي، امر او نهي. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كلنا صمنا، ليه امر؟ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، امر، ما حدش يتريق على التاني. والموبايل والمسخره اللي احنا بنعملها دي هنا، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. مش دي الملاحظه بقى، انا عايزك تلاحظكم في الايه دي حاجه عجيبه جدا جدا. اجتنبوا كثيرا من الظن، ليه؟ ان بعض الظن اسم. شفت، هتجتنب الكثير عشان حاجه قد كده. اجتنبوا كثيرا من الظن، ليه؟ لان بعضه اسم، بعض الظن اسم. هو ربنا سبحانه وتعالى ملغاش الظن، ملغاهوش، لان الظن فكر، وفكر ما انا بظن يبقى بشغل مخي، لكن حرم علينا ان احنا الظن اللي هو اللي بالكم فيه ده، انتوا عارفينه يعني، فلان ده حرامي. عرفت منين؟ عرفت عندك ادله انه حرامي؟ هذا ظن وهذا اسم. طيب نلغي التحقيقات؟ لا، انت شاكك في واحد انه كذا كذا، حقق معاه، طلع بريء، خلاص بريء. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليه يا ربي؟ لان ان بعض الظن اثم. خد بقى بقيه الايه، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. خد الباقي بقى، ولا تجسسوا. دي خطيره والله العظيم، خطيرة التجسس ده. ولا يغتب بعضكم بعضا. التشبيه اللي ربنا قاله يخليك تقرف من الحاجات دي، اللي هو الظن والتجسس، يخليك تقرف. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تخيل، بص التشبيه بقى، أخوك لا قدر الله توفى وأنت بتاكل لحمه، هذا هو التشبيه. لمين؟ لواحد ده أنت سهل أوي تبعد عن الحاجات دي. اجتنبوا كثيرا من الظن، حاضر يا ربي هجتنب كثير من الظن، لكن أنت سبت لي حتة أشغل فيها مخي واشوف لصالح العمل ولصالح حياتي. مش هنقول لك مش حت... لا زل... بس في مسافه صغيره جدا. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبه، يلا بقى نصوم، صومنا اهو خلاص المغرب جدا، يلا بقى نسلي صيامنا ده بعد الصيام بحلقات. ليه؟ ليه؟ رمضان مش شهر مسلسلات يا اخوانا خالص. طب الصبح خلاص زهقان بقى، تعالى نقعد ايه، نجيب سيرة الناس. صيامك يعني هينطبق عليه قول الرسول رب صائم ما خدش من صيامه غير جوع وعطشه بس. فدي آية آخرها يخليك تشمئز. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طبعا هتكرهه، ليه يعمل عملة زي دي؟ لكن تذكر إن الحكاية مش صعبة، والله ما صعبة، بس ابعد عن ده.
نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. قبل الفاصل كنا بنحذر من الموبايل اللي يخليك تغتاب وتتجسس وتتحسس، كل الكلام ده ممنوع، واحنا في شهر فضيل نتعلم فيه ونكمل. يعني مش مطلوب ان في 30 يوم رمضان بس اللي نعمله وبعد كده نعود كما كنا، لا، احنا بنتعلم في 30 يوم دول. خلي بالك من دواء تاخده الدكتور ما قالش عليه، والله خلي بالك من دواء انت قررت انك تاخده من غير استشارة الطبيب. هقول القصة وهقول الرقم، هقول القصة اللي قلتها مليون مرة، واتمنى ان حد من المسؤولين يكون سمعني، وهقول الرقم. انا كنت بحج وتعبت، زوري تعبني، فانا داخل الصيدلية، الصيدلي شافني، حضرتك الدكتور حسام موافي؟ قلت له اه. انت بتاع رب زدني علما؟ قلت له اه. بص وحضان اجيب لك شاي ولا نعناع ولا بلح يعني حفاوة ما شفت زيها. خلاص خلاص، قلت له النبي اديني علبة كذا عشان زوري بيحرقني، مضاد حيوي يعني. قال لي انت معاك روشته؟ قلت له لا. قال لي ممنوع. قلت له الله، مش انا بتاع صدى البلد بتاع رب زدني علما اللي كنت لسه بتبوسني؟ قال لي اه، ده قصه ثانيه، ما اصرفش دواء من صيدليه الا روشته. قلت له انا برفع لك القبعه والله العظيم، وتمنيت اشوف ده بلدي صيدليه ما تطلعش دواء الا بروشيت. ادي القصة. طب والرقم؟ يفزع، رقم مفزع، 50%، 50% يعني النص اللي بيغسلوا كلى من ادوية، خاصة ادوية الروماتيزم اللي هي بتضيع الام المفاصل. العين بياخد. طب مرتاح؟ طب انا بطل ليه؟ ما انا ارتحت، انا خدت النهارده قرص بالليل خلاني اعرف انام من ركبي. طب ما ناخد تاني يوم، تالت يوم، بعد سنه ما تزعلش. اما تلاقي وظايف الكلى اتدهورت ما تزعلش. يبقى انا قلت قصه حصلت لي وانا بحج، ورقم 50% من اللي بيغسلوا كلى من ادويه خاطئه. طب تعالى بقى في المضادات، ده أسوأ وأسوأ بقى، ده المضادات، بعض المضادات تؤثر على الكلى، تستخدم بعنف في التهاب اللوز والحاجة، بعنف تأثر على وظائف الكلى. طيب هل انت قبل ما تاخد المضاد عملت وظائف كلى؟ هل انت تعرف ايه الحكاية؟ تقول لي لا، ما انا بشتكيش من حاجة. ومين قالك اللي عنده تعطل في وظائف الكلى بيشتكي؟ مين قالك كده؟ انا ممكن عندي تعطل في وظائف الكلى بقالي 6 أشهر وما اشتكيتش، اخد دواء يفضحني، يفضح الكلى، فادي مضاد بيأثر على الكلى. او نخاع العظم، نخاع العظم اللي بيعمل ايه؟ الكرات الحمراء والكرات البيضاء والصفائح، يقول له ما اشتغلش. بعض المضادات تقول لي النخاع العظم ما اشتغلش. طيب تقول لي يعني انتوا ما بتكتبوش مضادات؟ لا، ده انا بكتب بحرص جدا، اشوف صورة الدم، لو لقيت الهيموجلوبين واطي او الكرات الدم البيضة واطية او الصفائح واطية، بختار مضاد ما يأثرش على نخاع العظم، لان هزود هذا النقص. لو عملت وظائف كلى لقيتها عالية، اختار المضاد اللي ما يأثرش على الكلى. سيادتك متعرفهمش، ده احنا اصعب مادة عندنا كانت في ثالثة طب، مادة فارماكولوجي، اصعب ماده اللي هي علم الادويه، اكتر نسبه سقوط في علم الفارماكولوجي ده. وانت سيادتك بمنتهى البساطه بتطلب بالتليفون ابعت لي علبه كذا تاخدها عشان زورك بيحرقك، من غير ما تعرف اي حاجه عن نفسك. المضادات الحيويه يا اخوانا في منتهى الخطوره، ما يكتبش مضاد الا الدكتور.
الدكتور بس اللي يكتب مضاد، ومش ده احنا بقول لك بنفتش العيان بنفتشه. طب تقول لي انا كنت عندك وكتبت لي مضاد من غير ما فتشت، تبقى معيان قديم. انا عارف حالتك كويس جدا، عيان قديم، انا عارف صوره الدم بتاعتك وظايف كده كل حاجه لانك ليك ملف، فممكن اكتب لك مضاد من غير ما اعمل تحليلات جديده. انما واحد جديد نوفي، اسف لازم يشوف كل حاجه. هل تعلم ان بعض المضادات تاثر على الكبد وتعلي انزيمات الكبد؟ هل تعلم كده؟ ودول ممنوعين في المرضى اللي عندهم انزيمات كبد عاليه. هل تعلم؟ العلم خطير جدا جدا يا اخوانا، والطب ما هوش منطق. الطب مش منطق، انا زوري بحرقني هاخد مضاد حيوي، ده منطق. لكن الطب حقائق، علم، وعلم صعب مش سهل. بلاش يا سيدي، لا انا خايف من الكلى ولا من نخاع العظم ولا من الكبد ولا اي حاجه. مش عرفك ان انت عندك التهاب بكتيري هينفع فيه المضاد الحيوي؟ طب ما جايز فيروسي، جايز التهاب فيروسي. يعني هل التهاب الفيروسي هينفع فيه المضاد؟ لا مش هينفع. فانت بتأذي نفسك اذيه بالغه انك تعالج نفسك، اذيه بالغه انك تعالج نفسك. روح لاقرب طبيب لك حتى لو صغير هيقدر يحل لك المشكله. المضادات الحيويه مواد خطيرة جدا جدا جدا، ولا تكتب إلا بإذن الطبيب. النقطة برضو اللي عايز حد من المسؤولين يسمعني، زي حكاية إن الدواء تصرف من غير روشتة، المنشور اللي مكتوب مع الدواء أنا عايز أعرف ده مكتوب لمين، عايز أعرف مكتوب لمين، ليا؟ طب ما أنا حافظه، ما كنتش هتخرج لو انا مش حافظ الدواء ده بيعمل كذا وكذا وكذا وجرعته كذا، ما كنتش اتخرجت. مكتوب للصيدلي، ما هو عارفه، ده دي شغلته الدواء الفلاني، ولا مكتوب للعيان عشان اقلقه؟ يعني مكتوب للعيان عشان اقول له الاعراض الجانبيه؟ طب ما الدكتور بيقول له خلي بالك الدواء ده بيمرر البق، خلي بالك الدواء ده جايز يعمل حساسيه على جلدك، خلي بالك الدواء ده جايز يكححك شويه، بعض ادويه الضغط بتعمل كده، تعمل شرقه كده. ما احنا بنقول له بحيث لو حصلت تعالى لي جري عشان نوقف الدواء. انا عايز اعرف المنشور ده مكتوب لمين، طبيب ولا الصيدلي ولا المريض؟ لا ده عايزه ولا ده عايزه. المريض كاتبه عشان اقلقه. امريكا اللي احنا بنتعلم منهم بيدوا العيان اقراص في ازازة مكتوب عليها خد كذا في اليوم، بس لا فيها منشور ولا اي حاجة. لمين المنشور ده؟ يا ريت حد من المسؤولين يكون سامعني عشان ننط نطة الى احسن. فالمضادات ما يدريك ان تكون التهاب فيروسي ولن يؤثر في هذه المضادات. المضادات ضارة جدا جدا. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. الفقرة الثالثة في الحلقة بتبقى دايما رسالة من رسائل المشاهدين الأعزاء. أنا عندي 18 سنة ووزني 52 كيلو، بس هي للأسف ما قالتش طولها عشان أحسب لها كتلة الجسم، هي ما قالتش طولها. بقالي 4 سنين بعاني من قلبي، رحت عند اكتر من 4 دكاترة مفيش اي فايدة، عملت اشاعات وعملت ايكو وعملت رسم قلب وعملت تحاليل، ومن ضمن الدكاترة اللي انا تابعتهم بيقول لي ده روماتيزم في عضلة القلب، واللي يقول عضلات القلب ضعيفة، واللي يقول مفيش حاجة أصلا، وأنا محتارة وتعبت وجالي حالة نفسية بسبب إن كل شوية أروح لدكتور. أنا بحس بنغزة في قلبي وبيدق بسرعة من أقل حاجة،
يعني لو طلعت سلم او شلت حاجة تقيلة، وبالذات لما بزعل ببقى بموت خالص وانا مش عارفة اعمل اي حاجة. يا دكتور ساعدني. فالامور شبه واضحة، الامور شبه واضحة. اختلاف الاطباء ده وارد في اي حتة في العالم، محدش يعتبر ده نقيصة، محدش يعتبر ده نقيصة. رحت الواحد قال لي اعمل قسطرة، والتاني قال لي اعمل اشعة مقطعية على الصدر، يعني ده وجهة نظره كذا وده وجهة نظره كده، ايه المشكلة يعني؟ رحت الواحد قال لي حط دعامات، والتاني قال لي قلب مفتوح، ده وجهة نظره وده وجهة نظره. اختلاف الدكاترة يا بنتي مش نقيصة، ده وارد جدا. زمان كان بيعملوا حاجة حلوة جدا جدا، انا ما حضرتهاش يعني، اختفت في عصرنا، اختفت. شوف انا بقى لي 55 سنة دكتور مخفية من مصر، بقى لها خمسة. كانت ايام ابويا رحمة الله عليه، كانت ايام ابويا كونسلتو. الدكاترة تقعد مع بعض، تقعد مع بعض، مش انت تروحي لواحد ويقول لك كذا لا، اربعة دكاترة في تخصص واحد، او ممكن نشرك معانا تخصص كونسلتو، ما بقاش يتعمل خالص. يجي لي حالة انت محتاج جراح، مع السلامة. طب الجراح عمل معاه ايه؟ ما اعرفش، ما هو اختفى، ما اعرفش. طب انا عايز استفيد وعايز اعرف وده عياني. فانا رأيي لو كانت الحالة دي، يعني حكت لي القصة دي، كنت قلت لها هاتي الاربعة ونقعد سوا، وانا اقعد معاهم ونقول لهم انت وجهة نظرك ايه؟ على اي اساس قلت عضلة القلب ضعيفة؟ على اي اساس قلت ده التهاب في عضلة القلب؟ على اي اساس قلت ما فيش حاجة، دي واحدة سليمة؟ على اي اساس؟ انما الشكل العام بالاعراض حالة نفسية، الشكل العام يعني. اللي انا ما شفتكيش وما اعرفش انت عندك ايه، لكن الشكل العام ليه؟ عمر الام القلب ما تيجي نغز عمره يعني. وانا قاعد على الكرسي كده في العيادة وقدامي العيان يقول لي انا عندي شك نغز كده، ويشاور بصباع كده، ريلاكس. مش معنى كده اني مش هسمعه، مش معنى كده اني مش هكشف عليه، مش معنى كده اني مش هعمل له راس مال، بس انا ارتحت. لنوع الالم ده معروف انه مش من القلب، جايز من الغلاف اللي مغلف الرئه اللي اسمه البلورا، جايز جدا جدا. الالم ده جايز من الغلاف اللي مغلف القلب اللي هو الطامور، جايز جدا جدا. فالمنظر العام. لكن عايز انصح نصيحة مهمة جدا، انت ما جبتيش سيرة اي ابحاث اتعملت، هل عندك انيميا؟ الانيميا تعمل كده؟ دقات قلبك سريعة من الانيميا، ضعف عام من الانيميا، صداع من الانيميا. نشوف لو كنت بعتيلي تقولي هيموجلوبيني كذا، انت سنك دلوقتي 18 سنة، يعني الدورة ابتدت، الدورة بتقعد كم يوم؟ الاسئلة دي يا بنتي مهمة جدا 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 جدا، اسئلة هامة جدا في تشخيص الحالة. هو احنا بنشخص ازاي؟ بثلاث حاجات ملهمش رابع. واحد، اسمع العين كويس. اتنين، اكشف على العين كويس. ثلاثة، اطلب ابحاث. اطلب ابحاث، صورة دم دي ابحاث، اشعة الصدر ابحاث، ايكو ابحاث. يبقى انا بشخص بثلاث حاجات. انا احنا ما عملناش اللي يعني كان لازم تبعتيلي كل الاوراق. فانا اشك في حالة زي دي، اشوف الهيموجلوبين كام، الدورة بتقعد كام يوم، نسبة الحديد في دمك قد ايه. ده اتجاه. الاتجاه التاني نشوف الدكاترة اختلفوا على ايه. اللي قال لك التهاب في عضلة القلب اكيد عنده مبرراته 100%، عنده مبرراته. اللي قال لك انك سليمة ما فيكيش حاجة عنده مبرراته. اختلاف الدكاترة مش نقيصة ولا حاجة، دي وجهات نظر، بس ساعات تبقى ايه عايزة تصليح. جايزة عايزة واحد سنه كبير. يعني ايه سنه كبير في الدكاترة؟ عنده خبرة، عنده خبرة زيادة شوي. طيب والاتنين دول جاي صغيرين،
جايز جدا جدا دكتور صغير. فاحنا يا بنتي ما تقلقيش، اولا الاعراض ما تخوفش خالص، يعني ما نمسك رسالتك من الاول خالص كده نلاقي ان بتقولي كام سنه اهو، 3 سنين، 4 دكاتره رحت لهم في كام، انا عايز اجيب السنين اللي قلتيها، عايز اعاني من قلبي لي 4 سنين. نادرا جدا 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 ان واحد 4 سنين تفضل حالته زي ما هي، نادره جدا. يعني ساعات يجي لي عيان يقول لي انا بشتكي بقالي 10 سنين وخايف يكون عندي سرطان. قلت له عمرك سمعت على سرطان يعتق واحد 10 سنين؟ يعتقه كده سايبك ماشي رايح جاي 4 سنين، برضو رقم كبير جدا على القلب. هل التهاب عضلة القلب تقعد 4 سنين؟ لا لا يمكن. هل التهاب هل الصمامات في القلب، كان زمانك اشتكيتي ما جبتيش سيرة النهجان، ما بتنهجيش. فانا يا بنتي مطمن، بس نروح لحد كبير. عندنا دكاترة، في واحد دكتور اسمه جونيور، جونيور ده صغير، وعندنا دكتور اسمه سينيور، سينيور ده الكبير، يكون عنده خبرة بالسماعة يقول لك ايه الحكاية بالسماعة، لا محتاج ايكو ولا محتاج رسم، بالسماعة يقول لك انت سليمة ام غير سليمة. احنا اكتر من 95% والله والله اكتر من 95% من المرضى بنشخصهم بالسماعة، اكتر من 95%. من نحتاج له الى ابحاث قليل، مش زي ما الناس فاهمة، وانا بحتاج ابحاث لصالح المريض، اما اثبت اللي انا شفته ده عنده صمام مترالي ضيق، طب ما لازم اشوفه كم سنتي، ليه هعمل جراحة ولا لا، هغير صمام اهو خلاص، يبقى مفيش مناقشة. بهتان شكله كده انيميا، عندي حاجتين، قدر الانيميا قد ايه وسببها ايه، مش حكاية حديد، سببها ايه. نلتقي باكر.